السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. اتلعب 4 مباريات من أصل 6 مباريات في نصف نهائي الملحق الأوروبي لموسم أو لتصفيات كأس العالم من قارة أوروبا المؤهلة لقطر 2022. متابعين الكرام، اتلعب أو بمعنى صح تم إنهاء مباراة ويلز والنمسا، وفازت ويلز 2-1. السويد فازت على التشيك 1-0. ايطاليا خسرت من شمال مقدونيا فازت 1-0، والبرتغال فازت على تركيا 3-1. تركيا اسف البرتغال هتلاعب شمال مقدونيا في النهائي، والسويد هتلعب امام ويلز في النهائي. عندنا اسكتلندا امام اوكرانيا، المباراة اتاجلت. اما روسيا امام بولندا، المباراة اتلغت اصلا، وبولندا تأهلت رسميا لملاقات يا اما اسكتلندا يا اما اوكرانيا. ايه اللي انا بقوله ده؟ الكلام ده مش صح، اسف. السويد هي اللي هتلاعب بولندا يا جماعه، السويد هتلاعب بولندا لان خلاص مباراه روسيا اتلغت، السويد هتلاعب بولندا. اما بقى ويلز او النمسا، ويلز اسف، هتلاعب اسكتلندا او اوكرانيا. ويلز هتلاعب اسكتلندا او اوكرانيا. المهم ان النهائيات باذن الله تعالى هيكون يوم الثلاثاء القادم 29/3 مارس 2022. بولندا هتلعب امام السويد، والبرتغال هتلعب امام شمال مقدونيا. المباراتين في نفس التوقيت الساعة 8:45 دقيقة أو 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 9:45 دقيقة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن، والساعة 10:45 دقيقة 11:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 7:45 دقيقة 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 6:45 دقيقة 7:15 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. بولندا هتلعب امام السويد والفائز هيتأهل لكأس العالم. البرتغال هتلعب امام شمال مقدونيا، الفائز هيتأهل لكأس العالم. وهنا اسكتلندا او اوكرانيا هتلعب امام ويلز، بس اسكتلندا واوكرانيا الاول يلعبوا في نصف النهائي، بعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. طيب متابعين الكرام، بولندا امام السويد والبرتغال امام شمال مقدونيا. القناة الناقلة لبولندا امام السويد قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم، والمعلق المتألق حافظ الدراجي. اما البرتغال امام شمال مقدونيا فالمباراه هتكون على قناه بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم اللي هو بريميوم، معلق المباراه المتالق عصام الشوالي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. بالتوفيق. انا نفسي صراحه اكيد يعني افضل ان البرتغال هي اللي تتاهل، اما بولندا والسويد ليفاندوفسكي من غير كاس العالم، يعني كاس العالم من غير ليفاندوفسكي هيبقى طعم وحش بصراحه. يبقى اعتقد بولندا والبرتغال هيتاهلوا. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.